السلام عليكم اخوتي اخواتي، اليوم غادي نوجدو طورطة فريدة نتاع فروتا مع شوكولا رانج و فروتا مع الشوكو نتاع التفاح. غادي عندنا جميع بزاف الأنواع تاع الفروتا، كاين كيوي، كاين فرافولا، كاين توت، كاين الشهدية، كاين التفاح، كاين التف، وعندنا شويس نتاع البطاط، شويس نتاع الماندولي. على قدر نديرو جوج، غادي نعصرو الليمون ونديرو واحد لاكريم تاع الليمون، و اليوم غادي نديرو التفاح التفاح نورمال. يكون كان عندنا التفاح كون درنا الشوكو تاع التفاح، غادي نديرو معاه شويش دفلون وغادي يجي بعد طريقة الاستعمال. غادي نوريكم كاع، غادي نقسمو كلشي التفاح التفاح والعناب وكل شيء، وغادي نديرو بحال غادي نديرو زوبة نتاع الفردورة بوحديتها، وغادي نديرو لاكريم نتاع لارانج ولاكريم نتاع التفاح. اوكي، نعصرو الليمون، تاني نجيبو نص لتر نتاع الليمون، بعد ما قطعنا كل شيء الفروتا دابا نقطعو شويش نتاع الليمون، ماشي الحامض، وغادي ندبدلو عليه السكر نتاع كوكو اللي ما مضرش السكر نتاع كوكو الناتورال، ماشي نتاع ودابا نبريباري لي كريم. دابا عندنا هنايا عصرنا السيترون تاع الليمون، وهنايا درنا عصير التفاح. غادي نشعلو ليهم شويش، وفاش يسخنو غادي نديرو شويش نتاع الفرو هنايا نتاع البيستاك باش غادي تزينا مع التفاح. وهنا غادي نديرو فلون نتاع لارونج في لارونج بعد
الفسحون ونوريكم نديرو معاه كانت على الفلون سوف نتحدث عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان
عندنا نخليو هي لايطه اوكي احنا وزنا هذا بعد دابا غادي نخليوها تبرد و دابا نوجدو بيستا على قصوة غادي نديرها بلوز وحدة بيستا غادي نخليهم باش يخلطو وبها باش غادي نديكوريو لا طورتا طبعا غادي عامل حنا I'm a freak bitch, handcuffs leashes, switch my wig, make him feel like a G10, put him on his knees, give him